ضمن منافسات البطولة الرباعية للأكاديميات لهواة كرة القدم والتي تنظمها أكاديمية كويت سوكر لكرة القدم والتي أقيمت على ملاعب نادي السلمية الرياضي. الدورة هذه هدف منها هو تحضير الفريق للبطولة إن شاء الله راح تصير في شهر 9 إن شاء الله. الفريق كويت سوكر الأسبوع هذا إن شاء الله يعني في كل حصة تدريباتي تكون نمس الجانب البدني والمهاري والتكتيكي. بالنسبة للأسبوع الثاني إن شاء الله يعني سنترشحوا لدور نصف النهائي والنهائي، وبطبيعة الحال في كل أسبوع التمارين تكون أقوى من البداية. طبعا هذه البطولة رباعية ومشاركين فيها أربع فرق أكاديميات، طبعا كلهم تقريبا نفس المستوى، كلهم بداء مميز بالبطولة. طبعا هالبطولة هذه تنشيطية تعتبر ما بين الفرق هذه، وفي فرق ثانية مشاركين كلنا في دوري الهواة، لكن هذه تعتبر بطولة تجريبية أو تنشيطية قبل بداية الدوري إن شاء الله في شهر 11 أو 9 تقريبا. طبعا هذا الأسبوع الثاني من الأكاديمية الرباعية من أربع أكاديميات، طبعا أكاديميات كلها من نفس المستوى، أكاديميات قوية، أكاديميات يعني تطمح للبطولة، واتمنى ان شاء الله ان قبل الدوري احنا نسعى ان ناخذ المركز الاول بالبطوله التنشيطيه. حيث تهدف هذه البطولات الى تطوير مهارات اللاعبين وخلق متنفس للشباب في جو تنافسي رياضي. ويشارك في هذه البطوله اربع اكاديميات وهي كويت سوكر وانسباير وهايدو واسارس. وكان اللقاء الاول بين فريق كويت سوكر وفريق هايدو حيث انتهت بالتعادل السلبي للفريقين. أما اللقاء الثاني والذي جمع بين فريق SRS وفريق إنسباير حيث حصل إنسباير على هدفين مقابل لا شيء. البطولة الرباعية للأكاديميات لهواة كرة القدم تهدف إلى تأهيل الفرق المشاركة للموسم الرابع والذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل. إيمان الحسينان، القناة الرياضية.